عزيزاتي المتتبعات، اليوم الشيف روزي طبخ الحلويات. اليوم جبت لكم روتين بسيط من روتيناتي اليومية. اليوم جبت لكم هنايا، بديت بريوش محشي بالشيكولا، الشوكولا الطالع. درت هنايا مغرف تاع تخمارة، يعني مغرف كبيرة تخمر باسكو راه البرد، زوج مغارف تاع سكر، وكاس حليب كما كتشوفي هنايا، كاس حليب. اذا كانت عندك لحظة ديري زوج مغارف لحظة وديري كاس ساعة، ولا ما عندك غير الحليب العادي ديري حليب عادي يكون دافي. ديري حوالي 5 ولا 6 مغارف تاع فرينة، وخلطي كما كتشوفي هنايا هكا باش نديرو لو لوفان هذا، يعني الاختمار الاول. هذا هذا اللي يساعد، يعني كي في المعجنات ما تحوسي لا تدركي لا لهم يحزنون، يعني ديريكت تبدي تخدمي فيها. غير ديري لو لوفان هذا يساعدك، ميم البريوش تاعك يجي خفيف. وجربوا ورجعوا لي الخبر، يعني اقتصادي غير بحبه تاع بيض ومغرف تاع زبده ولا اروع، صدقيني قسما بالله كي ديري لولادك يولوا معتمدينه كما كتشوفي هنايا. من بعد زدت مغرف كبيره تاع لافاني هنايا، انا نجيب لكم وصفات اقتصاديه. مغرف حوالي مغرف تاع صغيره تاع ملح ما تكونش معمره، نص مغرف كوري، نص مغرف صغيره تاع لاليفير، وديري مغرف تاع خل كيما كتشوفي هنايا وخلطي. راح نزيدو حبه تاع بيض، قلت غير حبه تاع بيض، شوفي يجي طالع، يجي ما عندي ما نقول فيه، صدقيني ولادك يولوا معتمدينه. قال ما كانش عندك الشيكولاتة الطالع ديري غير الشيكولاتة الغبره فيه ويجيك مليح كيما كتشوفي هنايا. ومن بعد نبدا ندير في الفرينه تاعي، يعني انا نجيب الاخوات، حتى طلب الاخوات قلت لك جيبي لنا الوصفات اللي كطيبيها في دارك، هذه هي اللي ندير انا لولادي. شويه مرات حاجه تاع زيت، مره حاجه معسله، حاجه ناشفه كي هاك هاكا، حتى تحصلوا على هذيك على العجينه كيما شتيها شويه تلصق. ومن بعد نديروا مغرف تاع زبده، يعني مغرف زبده مغرف تاع اكل عاديه كيما كتشوفي هنايا. ديريها لوليداتك سختو راه الموسم الدراسي اللي تكون امتحانات ولا، يعني تنقص لك شويه على الخبز، يعني ديريها تشد لك يومين ولا. هاي وينا شوفي، خلطي مليح هذيك الزبده حتى تدخل في العجينه، شوفي طريه بصح ما تلصقش في اليد، خليها تطلع كيما كتشوفي. انا غطيتها غير بين صاشي نقي، من بعد اللي طلعت خمرت لي كاع. شوفي شوفي كي بدات ها تتلي، شوفي كي دايره تجي خفيفه بصح ما تلصقلكش في اليد. ها شوفي درت شويه تاع فرينه في فوق البوطاجي، ولا ديري طابله ولا وحليها على شكل هاي وينا، حليها البلوله حليها بيدك، من بعد حليها بالحلال كيما كتشوفي. هاي وينا، وديري الشيكولاته، بغيتي ديري الشيكولا الطالع، بغيتي ديري الشيكولا تاع الغبره، الشيكولا اللي يديروها الدراري في الحليب، ثاني تدهني بالزبده وترشيها ثاني تجيك بنينه، يعني سا ديبون كل وحده واش عندها الحشو اللي تبغي ديره. هاي وينا، وتبدي تطوي فيه كيما هكا غير بسياسه، شكليه على شكل رولو هكا، شكليه على شكل رولو، يعني غير بسياسه باسكو لاباط راهي طريه هنايا كيما حتى تحصلي على رولو. كل باسكو الاخرى قلت لك العجينه لازم تحليها شويه رقيقه هكا، وطويها مليح هاكا، امسحيها كاع من داك الفرينه اللي تكون قاعده فيها هاكا كيما كتشوفي. من بعد تحليها بخدمي يكون قاطع شويه باش لاباط تاعك تحل بالخف، ماشي تقعد تلصق لك. وتجيبي هذاك المول تاع المسكوتشو اللي عندك، انا عندي المول تاع المسكوتشو هذا درته فيه كيما كتشوفي هنايا. لازم الجهه اللي يكون فيها الشيكولا هي اللي تجي من الفوق باش ما تنحرقلكش، باش كي تكوني تخدمي ما تنحرقلكش. هاي وينا تفريها، ولا المول تاع المسكوتشو تكوني دهنتها بالزبده، ما ديري لا فرينه لا والو، ديري غير الزبده وصاي هاكا. شوفي وحطي هذاك البودان تاعك، هذاك اللي كي دافراته كيما كتشوفي، حطيه كيما هاكا. ها وين غير بالسياسه باسكو لا بات راهي طريه هنايا، ها مشيه كاع في هذاك المول. تقدري الا ما عندكش مول تاع المسكوتشو تقدري ديري في بلا مدور وتحطي في وسط غرفيه ولا كاس ولا، وتحطي معليش هاكا. ولازم نديها تخمر، لازم غطيتها انا بصاشي وخليتها تخمر، باش خمرت لي بالخف درت شويه تاع محامي في كاسرونه وحطيت فوقها المول تاعي هذا وغطيتها بصاشي. هنايا درت شويه تاع حبه تاع بيض، ودرت فيها شويه تاع خل وزوج قطرات تاع زيت باش تعطينا هذاك لابغيونس، والخل نعرفو يعطي الحميره ويقلع الزفوريه تاع البيض كيما كتشوفي هنايا. والفور تاعي راه حامي، يعني كيما طيبي الخبز ولا الكعك. ها وينا كيما كتشوفي،
حطيتها بسربيته وخليتها ريح حوالي ساعه من ما درت قيلوله، ومن بعدها وانا كنا نقلبها ونوري لكم يعني انك تتقيدي. ها هو هنا شوفي ولا اروع، يجي مليح يجي اقتصادي. انا درت لها كاسرونه تحت الكيك باسكو الكوشه تاعي انا شويه بحرت باسكو حاميه. ها هنا كما كتشوفي درك نقسم عليكم، ومن جهه من جهه نقسمها ومن جهه درك نقسم لكم نبدا منا باسكو في الملقى. ها هو هنا كما كتشوفي يعني مازال شويه دافي. نجيب الخبز هذاك تاع المنشار هو اللي نقصو بيه. ها شوفي يجي ولا اروع، راه مازال دافي شويه، يشد لك يومين ولا هكا ولا ثلاثه بين ما عاودتي دبرتي كان شي حاجه واحده اخرى درتيها. ها هو هنا شوفي شوفي كيجي داير. ها شوفي ها شوفي ها يجي محشي طبقات. ها كيما كتشوفي يعني اقتصادي بنين، ما عندك ما تقولي فيه. مغرف تاع زبده، مغرف زبده وحبه تاع بيض، هي درتي بريوش ولا اروع. كاين وحدك شل الاخت بغيت نجاوبها قالت قسمي لي دير لي تقسيم. كيما كتشوفي هنايا سموها سموها منى فارس، سموها معاد، راه مسميه روحها معاد فارس. قالت لك 3700 تاع الراتب، قالت لك فيها 750 تاع 750 قالت لك تاع الكريه يعني تاع الكراء، وقالت لك حنا اربع افراد يعني قسميها لي. شوفي شديري عندك 300 عندك 3700، ديري 700 تاع مواد غذائيه، ديري 100000 بتخزين. 700 كيف فاش تجيبي فيها؟ جيبي فيها لحظه وجيبي فيها وجيبي غير ضروريات، جيبي فيها لحظه وجيبي فيها فرينه وجيبي فيها سميد. 100000 ديرها بيت تخزين، لازم ديرو بيت تخزين يعني كل شهر لازم ديري بيت تخزين باش تقعدي فتره ما تعاوديش كتشري المواد الغذائيه. يعني هذيك 700000 تولي توفريها كل شهر. ديري 100000 كرطونه رمضان ثاني تبعو كيما راني ندير انايا. زيدي تبقى لك 200000 يعني من المليون الاول تبقى لك 200000 ديريها كماليات. هذيك 200000 ديريها كماليات، نعرفوا بلي اللي عندهم دراري يبوا الفرماج يبوا الليموناد يبوا يعني حوايج هذيك تاع الكماليه، يورت يعني حوايج تاع الكماليات، خصي لها 200000 ماشي تروحي تشريها ضربه واحده وتخليها في الدار. لا هذيك 200000 خليها عندك صرفيها وخليها عندك كي تسحقوا اعطيهم يشرو، ولا شري انتيا ولا الزوج ولا اللي كاين، ليسونسيال اللي دي دراهم ويرجع الصرف باش تمشي لك 200000. ومن بعد المليون الثاني ديري 600000 تاع خضره، يعني كل اسبوع دي 150000 باسكو رانا في فتره ما نستهلكوش الخضره بزاف. زيدي ديري 100000 تاع دجاج ولا دانت، يعني راه نقص الدجاج والدانت ثاني راه حتى ل 50000 راه بدا حتى ل 50000. كي نقولوا حنايا شري زوج حتى ل 50000 شري زوج كيلو، عرفي غير ديريها كيما انايا كشتوني ماشي بها الشهر ماشي دائما راكي طيبي باللحم. 200000 ديريها خبز اذا عجنتي، راكي تجيبي ديجا في المواد الغذائيه السميد والفرينه، اذا عجنتي تبارك الله ما عجنتيش راكي تشري من ديك 200000، واذا شريتي راكي توفري ديك من ديك 200000 ولا توفري 200000 شهر كامل. ها هي وينه كيما كتشوفي هنايا عندك 700%، ها هي وينه عندك مليون، عندك هنايا مليون و100000 راكي تشوفي مليون و100000 زوج ملايين، عندك زوج ملايين و100 هنايا في يعني كامل من القضيه تاع المطبخ كاع تاع الماكله تاع الشهر وتاع بيت الغزين وتاع الكرتون تاع رمضان عندك زوج ملايين و100، وانت الراتب عندك 3700. شي يبقى لك؟ يبقى لك مليون و600، هذاك مليون و600 قلعي منها 750 تاع الكراء تبقى لك 850. انت دوك 850 ديريها للانترنت، ديريها للفواتير. الفواتير نعرفوا بلي ما يجوناش كل شهر، راهم يجونا كي نقولوا حنايا راهم يجونا شهرين ما يجوش وشهر يجو. يعني يا خاني راكي قلعتي ديجا من المليون و600 قلعتي 750 تاع الكراء، هذه كل شهر ديري كيما هكا، هذه 850 اللي تبقى لك شديري بها قلت الكهرباء الغاز الماء الانترنت ولا اي مستلزمات ديريها بها. ليسونسيال حنا نعرفوا بلي كيما قلت لكم الفواتير ما تجيناش كل شهر، راكي توفري فهمتي، راكي توفري دائما من ديك 850 باش كي يلحق عليك الشهر الثالث تقلعي شويه من لابي، يعني دائما تكون عندك الدراهم قاعده تدور في الدار. يعني طبيب ولا اون سي جامي الدنيا لازم دائما تكون عندها على الاقل
تكون موفره مليون في الدار باسكو نعرفوا الوقت صعب وواحد راه ما يسلف واحد. يعني هذه الاخت اللي يسموها معاد سفارس ايوا راهي كاتبه معاد في باسكو كما كنت دايره النهار شويه ما شفتش كتبه من كورقيكا معاد فارس. هذه هي يعني هذه هي مشيت لك انايا ها هي وانا تبغي ديري كابتشير ها هي وينه ديري الاخت كابتشير كما راه تشوف ها ديري كابتشير وتبعي كيما هاك مده شهرين حتى ثلاثه راح تصيبي روحك. وبيتي الخزين لازم ديريه ديك 100000 والكرتون تاع رمضان لازم 100000 كيما راني ندير انايا كي نشري المشتريات. دروك راني من عندي بيت الخزين راني نشري مشتريات اقل يعني ونقسمها طرف نديرها في الكرتون تاع رمضان وطرف نديرها في بيت الخزين. يعني دائما القضيان يكون عندي يعني باش ما نطيحش اون بان ولا على شهور فايتي يعني من على شهور تولي ما تشريش المواد الغذائيه توفري هذيك 700000. يعني لازم الاخوات يديروا كيما هكا باسكو كما ديريش كيما هكا ما تقدريش تعيشي فهمتيني. يعني دائما الاخوات يديروا كيما هكا بالنسبه للاخت داكشي الاخت ثاني شبيت نقول لك واحد داكشي الاخت ثاني قالت لك بيت بيت دير مشروع واحد داكشي المشروع قالت لي باين نديره وقالت لي خايفه ما ننجحش فيه. ايوا انا كي قلت لكم واحد داكشي الاخت قالت لي باين ندير مشروع قالت لي راني خايفه ما ننجحش فيه انا نعطيك قالت لي عطيني رايك. يعني قالت لي راني باين نبدا وراني متخوفه لا ما ننجحش ولا وتعرفي بلي المجتمع نتاعنا شويه ينتقدوا كلشي نعطيها انا يعني رايي في المشاريع ماشي غير المشاريع تاع العمل حتى مشاريع الزواج في اي مشروع تقدري تدخلي فيه لازم كي نقولوا حنايا تعرفي كي تمشي باسكو نعرفوا المجتمع نتاعنا حنا توجور فيه الانتقادات. الحاجه الاولى اللي ديريها في يعني في اول ما تبدي المشروع ما تتاثريش يعني باراء الاخرين فهمتيني اراء تاع الاخرين ولا تتاثري بها. كي نقولوا حنايا لازم ديري الشيء اللي تكوني انت مقتنعه به عدم ارضاء الناس باسكو علاه ما تقدريش ترضي الناس. يعني اي حاجه تجي ديريها ديري في راسك بلي الناس عمرها ما راح ترضى كما يقولوا رضا الناس غير تدرك. يعني كون تقيسي تعطيهم عينيك تعطيهم لهم ما يرضوش ما يرضوش فهمتيني. ودائما تكوني متفائله كي تروحي ديري اي مشروع قلت لك حتى مشروع الزواج كي تروحي اي مشروع ديريه لازم تكوني متفائله بالنجاح تاع المشروع نتاعك. يعني ديري في راسك بلي راح تتوكلي على ربي وباذن الله راح تنجحي. ودائما دائما في العمل نتاعك اي عمل تديريه لازم تتقنيه لا مشروع حلويات مشروع البسه مشروع خياطه مشروع مبيعات مشروع اي مشروع اي مشروع لازم تتقني فيه العمل دائما تتقني فيه العمل. الحاجه الاخرى اللي لازم ديريها لازم تسيطر على المشاعر نتاعك فهمتيني. لازم تسيطر على المشاعر تاعك تخلصي من الناس اللي تحسيهم سلبيين. كاع الناس اللي تحسيهم سلبيين في حياتك لازم 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 تجتنبيهم. اي حد امك اختك جارتك صاحبتك اي حد اي حد تحسيه سلبي لازم تتخلصي منه. وتدربي روحك دائما تدربي روحك على انك ما تسمعيش للناس. ماشي اي واحد يجي يهزك تروحي تتهزي يقولك ديك الحاجه ما تنشحيش فيها هذيك الحاجه غاليه هذيك الحاجه ما توصليلهاش هذيك الحاجه راح تشريها بالغلا وتبيعي برخص ما تحوسيش عليهم. انتي ديري الشيء اللي تكوني مقتنعه به راكي تسمعي فيها يا الاخت. وكل الاخوات اللي بو كي نقولوا حنايا ينجحوا في المشاريع تاعك ودائما تخلي الكلام السلبي هذاك يكون قدامك لازم يكون قدامك. واش معنى يكون قدامك؟ لازم يكون حافز باش تتقدمي فهمتيني. كي تسمعي هذيك الاراء وكل شيء صيد قيسيها من راسك وديري لازم لازم ننجح في المشروع نتاعي اللي راني باين نديره. قلت لك مهما كان المشروع نتاع علاش باش تستمري فيه باسكو لو كان تقعدي غير تسمعي وترجعي الرول تسمعي وترجعي الرول عمرك ما راح تنجحي فيه. فهذه هي اللي نقول لك انايا الرد على كي نقولوا حنايا كي نقولوا حنا كي يكون عندك وقت دائما كي يكون عندك وقت لا تستمتعي به. كي نقولوا حنا تكون عندك عطله كي نقولوا حنايا يكون عندك المهم عندك وقت لازم تعطي الوقت لروحك تفكري في الحاجات اللي تكون مليحه. كي نقولوا حنايا منها اللي تكوني عطله لازم يعني عطله من داك المشروع نتاعك دائما تتاملي تتاملي للمستقبل دائما تاملي للمستقبل تشوفي له بنظره تكون مليحه فهمتيني. اذا تفكري في الكلام كي نقولوا حنايا اللي يخليك غير تتقدمي ما يخليكش الكلام اللي ترجعي للراو. هذا هو يعني الاخوات دائما يديروا كيما هكا ودائما تختاري قلت لك الوقت لنفسك
حتى السيده اللي تكون قاعده في البيت يعني الماكذه في البيت ما عندها والو لا مشروع لا والو، لازم تعطي وقت لروحها، دائما تعطي وقت لروحها ساعه ساعتين تعطيها لروحها باش تريح، لازم تعطي لروحك دائما الوقت باش تريحي. يعني السيدات ثانية حتى في بيوتهم لازم يديروا كيما هكا، يعني حتى علماء النفس يقولوا للناس ديروا كيما هكا باش تقدري تواصلي. يعني كاع الاخوات انا ننصح فيهم ديري حدود بينك وبين الناس، يعني الناس اللي يقعدوا كي نقولوا حنايا كي ديري حدود بينك وبينهم، يعني يديروا الف حساب باش يريو عليك ولا يتعدوا عليك ولا يعطوا كلام سلبي، ولا دائما يلقوا يعرفوا بلي كاين حدود بينك وبينهم. هذا علاه يعني الاخوات دائما في المعاملات ديري حدود بينك وبين الناس، حتى في الشراء حتى في البيع حتى السيده اللي تكون في اسره يعني عائله تاع الزوج دائما تكوني دايره حدود بينك وبين الاشخاص، باسكو على غير يوصلوا لك للحدود صاي عارفي بلي صاي دماو عليك، ما عندك ما تقدري كي نقولوا حنا ما عندك كي دير لهم، هادو يبداو يدخلوا لك في حياتك ولازم يعني كي نقولوا حنايا هذا النوع من الناس تشان بيهم، تجتان بيهم وديري لهم حدود باه ما يعاودوش يعني يدموا عليك، ما يوصلوا اصلا ما عندهمش الجرأه باش يوصلوا الحدود نتاعك، فهمتيني؟ يعني الاخوات دائما يديروا كيما هكا، يا يقولوا لك كلام مليح يا يجتنبوا، الناس دائما كيما هكا، كيما يقول لك قل خيرا او اصمت، كيما يقولوا يعني الناس كي تكوني دايره الحدود بينك وبين الناس، ماشي حدود مبنيينه، يعني الاخوات باش يعرفوا الحدود يعني في التعامل، انت ما تدمي وهما ما يدموا، فهمتيني؟ غير تدمي عليهم ويدموا عليك صايي، تخربشت الدنيا وقولي على الدنيا الدنيا سلام. هذه هي اللي نقولها الاخوات، دائما دائما الاخوات كي يديروا مشاريع يديروا هذه الحدود، هذه الحدود ماشي غير انا نقول فيها، كل علماء النفس يعني يقول لك اي مشروع تجي تتقدمي فيه، مشروع زواج، مشروع شراء، مشروع تبيعي، مشروع اي مشروع، اي مشروع تبغي ديري في حياتك لازم تمشي على هذه الخطوات. يعني الاخوات دائما نقول لك كيما هكا، كي تكوني دايره حدود للناس صدقيني انت ما تدمي عليهم وما يدموا عليك. يعني هذه الاخت اللي بغيت نجاوبها، وكل الاخوات كي نقولوا حنايا راني نجيب لكم غير الوصفات السهله، شوفي هذا البريوش ها وين شباب، ها شوفي شوفي هذه الورقه تاع الاخت اللي قسمت ليها، ها شوفي شوفي كي يجي داير هاك شوفي فيه، ها شوفي ها شوفي يجي طايب يجي، شوفي ما عندها ما خاصه، اللي ما تبغيش الشيكولات طالع ولا ما تكونش عندها تقدري ديري الشيكولا تاع الشيكولا تاع الحليب اللي يديروها يعني لولادنا في الحليب، هذيك تعطيني تقدري ديريها يعني في مكان الشيكولا طالع، ما عندكش العبوه تاع الشيكولا طالع ولا تاع الشيكولا تاع اللي يديروها في الحليب يعني سكري، هذيك شري غير هذوك الصغار هذوك الساشيات الصغار هذوك اللي فيهم الشيكولا طالع، شري ثلاثه ولا اربعه راه دير 1000 فرانك ولا 1000 سانك، شري وطلبيها البريوش نتاعك وقدميه لولادك كيما راكي تشوفي فيه، شوفي يجي طلع عاد مازال شويه دافي، شوفي يتقهوى به يومين ثلاثة يعني تجتنبي، يعني خصوصا الأخت اللي قالت لك نهار أم أولادي بلي الزيت أنايا الزيت راه يكمل لي بالخف، يعني هذه أحسن طريقة، يعني مغرف تاع الزبدة وحبة تاع بيض، فارينة عندك، الخمارة عندك، يعني كل المستلزمات عندك في الدار، أخدمي لوليداتك بريوش في الدار أحسن ملي تشري، والله العظيم الريحة نتاعها راهي عندي في الدار راهي الدور، سيغتو ديك لافاني اللي تكوني دايرتها فيه، يعني ما تقولي راكي عند لابيسري. يعني الاخوات دائما يديروا كيما هكا، يعني كي قسمتها شوفي شوفي كي يجي داير، يعني ما عندي ما نقول فيه، سورتو كي يزيد يطول شويه ديري في بورتمونجي يعني محكمه الغلق، واعطي لوليداتك ياكلوا ولا كان جدا في شي عندك ولا. ونتمنى كل الاخوات يعني اي حاجه استفسار عند تبغوا تقولوه ليا، يعني اي انتقاد بناء يعني قدموه ليا انا ما نزعفش. ثالثا نستسمح الاخوات اللي مازال ما قسمت لهمش، باسكو كل مره نقسم يعني نجيب لكم وصفه نوعوا شويه، ماشي غير القضيان القضيان، يعني نوعوا شويه نجيبوا وصفه نحكوا شويه منا نعطوا اراء يعني الاخوات باش يعني باش الحياه هذه تستمر، ماشي غير الماكله ماكله، ماشي غير القضيان القضيان ونخمو فيها واش نجيبوا واش ما نجيبوش، ساعه ساعه نعطوا يعني كي نقولوا حنايا نعطوا الانفس تاعنا يعني فرصه باش ترتاح. ونتمنى تدعموني بليجام وتشاركوا في القناه، والى الملتقى باذن الله. ها موينه جابوا لي السل كيما كتشوفي فيه، ماهوش وقته، مي هذا غير تاع الجنان كيما كتشوفي هنايا، قلنا ناكلوه نديروه كراتيا ونديروه شكشوكه نديروه كيما كتشوفي هنايا، يعني مادام جا الناس تقول الحمد لله. ها موينه شوفي هذاك السل قطعته كيما كتشوفي كيما هكا، يعني جابوه ليا نقيته قطعته وغسلته مليح، شو لازم تغسليه من الماء باسكو عليه يكون فيه التراب هكا تاع الجنان ولا،
ونوريكم الطريقه اللي نخدمه بها. يعني انا راني نخزن شويه درك نوريكم طريقه التخزين. يعني كي تسحقيه تلقيه، سواء ديريه غراتين سواء ديريه شكشوكه شو، يعني كيما تبغي ديريه ديري. يعني درك نوريكم الطريقه، يعني صحي وماده صحيه، يعني خصوصا يعني للسيدات. وثاني وجبه كيقول حنا بدون لحوم ما والو، وجبه ولا اروع، يعني غراتين صدقيني ميم شكشوكه نتاعه يعني بنينه حتى خلاص. ها هو ندي شويه زيت في المقلة، وزيت ثقيلة كيما انا ما نفورهش، باسكو على كي تفوري كاع الماء اللي فيه تروح في ديك الماء تهبط في ديك الماء. هاكا كيما تشوف نديرها في المقلة هاكا بدا يقبل، باسكو الله العظيم دوك كي تشوفو يقبل كاع خلاص تولي كاع مكانك. نعطي الطريقة اللي نخدمها بها، أنا صحية ما حطها والو. ها كيما نعطيني ندير وجبات وليداتنا ياكلوهم. مرات اللحم ما يكونش كاين ولا يعني الدجاج ولا الدهن ما يكونش كاين، اللحم راه ديجا غادي ندير لوليداتنا كيما هكا مادة صحية وخلاص. المهم غسليه مليح، يعني غسليه زوج مرات ولا ثلاثة وخليه يغطو في سلة كيما شتيني كيما هكا هكا. ندير لها غير كيما هكا هكا، وزيدي لنا شوية فيه، زيدي باش يدبل بالخف كيما انا كنت تقريبا نديرها كراتان نور الاخوات. كما تشوفوا كيما هكا يجي ساهل ماهل، يعني ما عندي ما نقول فيه، جربوه ورجعوا لي بالخبر، يعني وصفة ما عندي ما نقول فيها. ها وينا شوفي كي يذبل، ها شوفي أحسن ملي تضلي تفوري وديري في لافابير في الدار والقيمة الغذائية نتاعها كاع تروح. شوفي ها، ومن بعد جيبي الثوم قسمي غير على زوج، ها قلعي داك العود اللي يكون داخل في الثوم هو اللي يعطي بنه ماشي مليحة. كيما ها خليه، ها خليه يذبل ثاني معاه كلها كيما هكا. شوفي قلت لك صدقيني يجيكم ولا اروع. ها شوفي كيما هكا. كاين وحده شروخ سالتني قالت لي المايونيز يعني نقدروا نشروها من درك ندسوها يعني رمضان. قلت لها واشري، باسكو درك المايونيز الناس مش عاطيتها اهميه كيما هي الفلون البرقوق الزبيبل المشماش هذو كاع الناس مش عاطيتهم اهميه ضروره. انت كل مره شري، كل مره نشري بلاره وندسها، كل يعني كل شهر شري بلاره ودسيها، كل شهر شري بلاره ودسيها. كما وريتكم شويه مش من السلطه المشمش من السلطه البرقوق شويه زبيب، كل مره شري ودسي. الاخت اللي قالت لي كي نقول حنا لا نقدر البرقوق يعني البرقوق والزبيب والمشمش نقدر لازم غير الكونجلي تكونجلي. قلت لها لا تقدري، هي علاش ما لازم تكونجلي؟ هي كون تخليه غير في الثلاجه في كاس ساشي ولا هي كي نقول حنا يبدا ينشف، فهمتيني؟ بصح لو كان ديريه في ساشي ودوبلي له ساشي وديريه في بورت مونجي محكمه الغلق معليش ديري في الثلاجه ويقعد. بصح انا مانيش باين كثر الروبيج على روحي، درته مباشره يعني كيما هو كيما جبته درته في الكونجيلاتير وصاي. هذا هي تقدري الطرق زوج ديريهم، المهم لا درتي غير في الثلاجه كي نقول حنا عارفي الغلق يكون محكم مليح باش ما ينشف باش ما ينشفلكش. هذا مكان احسن من اللي ضليت تشري في وقته، راه كي عارفه يجي غالي وكل شيء. ما تصيبي تشري دي ما تصيبي تشري دي والدراهم راكم عارفين بلي ما دير والو وراه كل شيء غالي. من الاحسن والعين تتشهى، من الاحسن نعيشوا ولادنا مليح ونعرفوا كي نمشوا. هذا مكان ديري غير كيما هكا وكاع الاخوات، وين ما تروحي تقضي قضيه الشهري هذا تجيب نص سلطه المشمش نص سلطه البرقوق. مرات هكا تكون عندك 40 كيما انا 40 جبتها تاع الزبيب. هذا ما كان ديري غير كي هكا في القضيان الشهري دائما زيدي ديك البلاره تاع المايونيز الكبيره هذه ونسي. هذا ما كان يعني الكميه اللي تصغر اللي تستهلكيها في رمضان، مش تروحي تجيبي لي الحانوت كاع انت، هي غير البلارات على حسب البلارات اللي تقدري ديريهم. المهم انا عطيتكم الوصفه تاع المايونيز يعني مليحه وبنينه وما خاصها والو. مي اللي تبغي تجهز ولا دير كيما هكا كل شهر كي تروحي ديري القضيه تاع الشهر جيبي ثاني لك الحبات تاع البلارات تاع المايونيز حطيه كيما من ديري بيت الخزين كيما من ديري فطر رمضان. هذا ما ديرو شوفي غير مع الشهوره مع الشهوره مع الشهوره، والله العظيم اذا كتب ربي يلحق ذاك الوقت شوفي ما تحوسيش كاع تشغلي راسك بمصاريف تاع رمضان. باسكو الدنيا ماهيش لا هي لا في برقوق زبيب لا والو، ما هي لا هي في مايونيز ما هي لا في فلون. انت استغلي الفرصه وديري كيما كل مره نجيب حاجه معايا، كل مره نخرج شكون عندي صرف نجيب حاجه، ديري غير كيما هكا. الناس ثاني تعرف كي تخدم ريصانه ماشي تخلي روحك حتى يجيك
ضغط كيما هكا، ومن بعد تولي سلكه سلكيني ولا تكردي وتولي تضرب مع الكريدي. وقلت لكم الكريدي هو اكبر مصيبه للاسره. شوفي كريمة تشوفيهاش، هذا الثوم حمري ها هو يبدا، شوفي الثوم كي ديري راه يبدا وصايب. من بعد زيدي شوية تاع زيت، غير تاتا تاع زيت هاوينا، زيدي شوية طماطيس تاع العولب كونسونطخي، زيدي شوية تاع كمون، يعني أنا هذا الصباح لي نديرو فيه، زيدي شوية تاع كمون، زيدي شوية تاع فلفل أسود، يعني حبك حلاوة ولا الحار ولا كل واحد كيفاش يسميها. نزيد ثاني شوي، راح نزيد الملح، الملح كل واحد والطريقة اللي يملح بها، كي نقولو حنا يعني نسبة الملوحة اللي يديرها. هاهي ندير الملح، الملح مرات يجي شوية خشين، ميخليش يخرج من الصابع هاذي، هاهي خليها هنا هاذي تحمر هاذي شوية. الطوماطيس هذا هذاك نزيد حبه تاع الطوماطيس راه فيها، نحطها للكوب ونخليه نزيد له حبه تاع الطوماطيس. هاي وين هذه الحبه تاع الطوماطيس، هاي وين رطيتها انا حبه على حسب الكميه تاع السلق اللي تكون عندك، انا درت حبه شويه صغيره. كيما تشوفي هنايا يعني اسهل اسهل وجبه وأقل وجبة. ها هي وخا كيما تشوف هذا مسح داك الثوم، ها شوية يدبل، ها هذا الثوم يدبل وصايح، يعني مواد صحية. نشوف المقلاة راهي تخرج، ها هذا مك هاكا، ونقصي الغاز وخليه يطيب، يعني كي يطيب نعاودو نخدمو به. كيما البطاطا صاينة، خليت البطاطا درتها دوائر قليتها، يعني ما يطيبش بزاف، يعني يطيبش خمس دقائق ولا نطفي عليه باش نحضر نحضر البلا تاعي. كيما كتشوفي السلق اللي بقى لي هذاك راح نديره في هنايا، كي نقول حنا كونجليه. ها هو هنا جيب لي لي زي بلوك هادو، والهادو يتغسلوا مليح، من يتغسلوا فيهم حاجه ميزه انهم تعاودي تغسلي وتعاودي، ماشي كيما كي نقولوا حنايا العاديين هادو غير مره وتقيسي، يعني كي تخسري دراهمك تخسريها على حاجه موش غاليه. راهم يديروا دي زويمين فيهم، والله ما نقولك 12 ولا ما عرفش شحال فيهم، نجيبها كيما هكا. شوفي غير تنقيه ما تغسليه ما والو، هاكا مباشره ما ديري له والو. كاين يا وهاهم وين ها هنا كيما كتشوفي كونجليهم عادي كيما كتشوفي فيهم كيما هكا، اي وقت تبغي ديري شكشوكه، ديري غراتان، ديري بهم عصير، غير غسلي شلي وخدمي بهم. وهذه ايوا هنا كيما كتشوفي ها هنا الساق تاعي واجد، البطاطا قليتها دوائر، والبيشاميل درتها وزدت فيها حبه بيض. انا دائما البيشاميل تاعي كيكون في ليغات هكا كيما هكا الحمر ولا تاع الخضر، دائما نبغي نزيد فيها نزيد فيها حبه ولا زوج تاع بيض باش تكراتينا ويجينا الماكله تاعنا بنينه. كيما كتشوفي هنايا ها ست في البطاطا، يعني عشوائي ما تحوسيش، فهمتي هاك ديري غير كيما هاكا اسهل ما يكون. يعني انا نجيب لكم وصفات يعني اقتصاديه للاخوات، مرات ما يكونش عندك الدجاج، مرات يكون عندك السلق وما تعرفيش اش ديري به، يعني نختنموا الفرصه كيما هكا نديروا كيما هكا وجبات لوليداتنا للعاملات. العاملات تقدر توجده في الليل وتغطيه، وكي تجي غير تخلط البيشاميل وديره فوقها صاي، هذا ما كان يعني ما عندهاش، ما تظليش تخمم شا طيب وشا منها صحي، منها تنقص المصاريف على روحها، احسن ما تضلي تشري لولادها في ديك الماكله تاع برا، يعني ديك اندومي وهذاك الماكله تاع برا، من الاحسن دير ماكله صحيه في دارها وصايي. هاي وينه هذا السلق اللي مخليه فيه لاصوص انايا كيما كتشوفي، ها نفرغه هنايا كيما كتشوفي فرغي عادي، ها نتمنى الصوره تكون واضحه للاخوات. ها وينه كيما كتشوفي ها مشيه كاع هاكا، مشي هاكا صدقوني انا كي نجيب لكم وصفه الا طيبي وكولي وسكتي كاع مت هاكا، يعني من السلق ماشي غير شرط، راه عندها عده وصفات السلق نخدموه في ديارنا هاكا.
كيما كتشوفي اسهل ما يكون. وصفات اقتصاديه، لا لحوم ولا شحوم. شفتوا الوقت تاع درك راه كلشي غالي. البطاطا ثاني دير الكميه اللي تبغاها وليداتك، ولا كيما راني ندير انا يعني غير هكا احسن من اللي قلت لك تظلي تخميش طيبيش. راني ندير لكم ديجا الجدول الوجبات، تبعوا صاي هذا مك. وبدلي الوجبه اللي تحسيها ياكلها ولادك بدلي وصاي. المهم احسن ديك الماكله سختو العاملات الاخوات العاملات، الماكله ديك تاع برا شويه تغبن. امسح يدي هاي وينك كما كتشوفي هكا كما كتشوفي كيما هكا. وفرغي ها هذيك حبه البيض وفرغي. تبغي تزيدي البيض زيدي ديري جوج حبات، فرغي عليك هكا يا اختي وديري وعطي وليداتك ياكلوا. اقتصاديه بمعنى الكلمه. هذا ما كان يعني يدخلوا يلقوا وجبه ساخنه وصحي. تقدري ديري حتى في الليل الاخوات العاملات كما قلت لكم، توجديه ديري في البلاكي من هكا وتخليه من تجي وغطيه وخليه كي تجي على تجي شويه بكري. غير خدمي البيشاميل كما كتشوفي، ديري غير البيشاميل وكي نقولوا حنايا وديريها فوقه ودخليها الكراتين. ها هي هنا كما كتشوفي الكراتان تاعي مازال مخرجه تاع حامي بان نقدمها فطور. ها هو شوفي كي يجي داير. شوفي احسن احسن طريقه ديري بها السلق. ها كاين ثاني طريقه تاع الشكشوكه بعد نوريها للاخوات، نوريها للاخوات ثاني ثاني تجي بنينه. انا ديجا مقدمه في القناه بصح معليش نزيد مادام الاخوات راهم يتبعوا يبغوا الوجبات. وحده ثاني قالت لي يعني قاسمينا الوجبات اللي ديريها في دارك. ها هي هنا شوفي حبه بيض شوي سلق شويه تاع طوماطيس هاكي درتي فطور لولادك. وراه حامي 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 درك نجيب سربيته باش نشد باسكو علاه راه حامي. ها بسم الله. ها شوفي شوفي كي يجي داير. ها حطيت المغرف فوق. ها شوفي شوفي كي يجي داير. ها شوفي ولا اروع. ها ولا اروع كيما كتشوفي. ها شوفي الاخوات يعني شي كي نكونوا نصوروا على بالك ما تعرفي راه يدقع وراها رايحه. ها شوفي اروع كراتان. ها وين يعني بطريقه سهله يجي بنين. ها كيما كتشوفي هنايا يجي بنين ما خاصه والو. ها يعني شهيتكم في الجنه. ها المره الجايه كي ندير الشكشوكه ثاني نوري الاخوات. ها هم هنا كيما كتشوفي المطاط هذو زوج شريتهم، هذا غير من التوفير، هادو باش نديرهم فوق السداريات في دار يعني دار اللي نقعد فيها انا وليداتي باش يتفرجوا التلفزيون كيما كتشوفيها ماشي الصالون. الصالون ديجا راني موريتهالكم راهي في القناة. وهادو شريتهم ها هنا اورتوبيديك كيما يقولوا لهم يعني صحيين. ها هما هنا هادو شريتهم هادو مطاكسيهم مليون للوحدة بصح انا خلاهم لينا 900000 فهمتي. ها هي وينا خلاهم لنا 900000 كيما كتشوفي هنايا. هادو ها هما هنا جو دايرين كيما هاكا يعني الزوج هو اللي جابهم كيما هاكا قلت لك مليون وخلاهم لينا 900000 يعني مليون و 800 في زوج. ها كيما كتشوفي يعني احسن من تروحي تشري دوك الماطلات العيانين هادو. مانيش عارفه كيف راهم دايرين لهم مسكوتشينهم. ها هما هنا دوك نحلهم ونوريهم الاخر. يعني قلت لكم التوفير مليح. اللي الاخت توفر غير من دراهم شوفي غير من دراهم المصروف. وفري 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 لمي وشري. هذا ما كان انا في داري ندير كيما هكا ماشي نروح نجيب بار فاسيليتي باسكو بار فاسيليتي زيد. حنا قال لنا كون تدوهم بار فاسيليتي نحسبهم ليكم 14 يعني مليون و 400 الحبه بصح كيما هكا جبتهم اطابل لميت ليهم غير بسياسه بسياسه. شوفي لمي بالمية 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 بالخمسين لميت. ياش ضاع لك على الوقت راكي ماركي هاربه ما كاين هاربه لا والو يعني غير في دارك انتي وليداتك وبالسياسه بسياسه وندير الحاجه. مي بار فاسيليتي هي كريدي. الكريدي على بالك ثاني نزيدو فيه هاو باسكو يصبر عليك. هاي وين هذا على كيما كتشوفي دوك نحلهم انا بالمقص ونحلهم ونوريهم الاخوات. هادو لازم قال لنا لازم من الاحسن خليهم 24 ساعه قال لنا باش يعني يتنسفوا مليح مليح وتقدري كي نقولوا حنا تقعدي عليهم احسن تروحي تشري من هذوك هذوك الرخاص تاع 500 وتاع مش عارفه واش تشريهم ومع الوقت غير يقعدوا عليهم صاي يروحوا يهبطوا.
قال لي ميم الرقاد يقدروا يرقدوا عليهم، يرقدوا عليهم، يقعدوا عليهم، كل شيء. انا قلت دايرتهم غير على بالك، عاد شوفيها منى ميم هنا راهم يوروك، يعني قال لك على بال يعني بالباسا والناس اللي عندها ليرني. فهاك شوفي كيما كتشوفي هنا، يعني ملاح خير من تروحي تخسري دراهمك في حاجه رخيصه كيما قال لك لي غواها رخصه بقى نصها. انا باغي نهضر مع الاخوات يعني عفويا، يعني بالدارجه يعني باش كاني يعني خوتكم ولا امكم ولا قاعده معاكم وتهضر. مالا كون جات على اللغه العربيه الفصحى ولا الفرنسي ولا نهضروا معاكم كيما طلع لينا، فهمتيني؟ انا باغي انا كاع الاخوات يعني باش يستافد. وهذو هما دوك تشوفي دوك نحلها ونوريها لحباباتي. ها هما هنا كيما كتشوفي، ها الزوج من ما راكي عارفه الراجل كيروح يجيب ما يهتمش بالالوان، ولا جاب وحده في الكري وجاب وحده هنا في الكرونه. بصح معليش باسكو انا راح نكوفريهم، راح ندير لهم الغلاف. معليش ها هما هذا وراني حليتهم كيما كتشوفي هنايا، حليتهم هنايا ها باش يقعدوا على الاقل 24 ساعه. صافي درتهم لي من الصباح، غدوه الصباح كي نقولوا حنايا نديرهم فوق السداريات. ها والله العظيم لا خير من الدراهم، تعرفي باسكو عماره الدار كي تجيبي جيبي غير الضروريات في الدار، ما تكثريش الروبيج وتكثري ديك منا ومنا وتشوف. لا لا ما تحوسيش انت لا مود وتحوسي، انت جيبي غير الضروريات لدارك. ها كيما كتشوفي فيهم ها والله العظيم يعني متان ما خصهم والو. قلت لك احسن تروحي تشري داك الرخيص. ها منى شاركتهم على الاخوات. ثاني كاين باين كاين نغلفهم نوريهم لحباباتي. ها شوفي ديجا شريت كتان تقاطيف شباب يعني وخيطته وبنغلفه، يعني ما نبدلش انا كل قيس، انا نقعد 10 سنين ولا باش نبدل، يعني كي نحس حاجه شويه راحت نبدل. ها كيما كتشوفوا كاين وحده البنت ولا يعني ما هو ليسونسييل وحده قالت لي على الشيح، يعني ديجا انا مقدمتها لكم في القناه. قالت لي الشيع اسكو نقدر نديره انا يعني سيليباتير، قالت لي انا نقدر نديره ولا ما نديرهش. الشيع هذا عادي يعني ماده ما يعني صحيه ما هي مضره ما والو، ميم الطريقه اللي تخدمي بها ماهيش طريقه يعني لا حت يعني تضرك. هذا قلت لك خصوصا للريح، نسلي فيهم الريح كي نقولوا حنا الريح في الارحام، يعني في يعني ضربهم الريح كي نقولوا حنايا. سواء اللي تكون متزوجه تحوس على الذريه، سواء اللي صغيره وحسب اللي فيها الريح، باسكو تعرف الوحده روحها كيكون فيها الريح. هذه خصيصا شريتها غير بال الاخت، راه عاد جديد مازال كاع ماهوش يابس. ها هو هنا راه عاد جديد مع ريحتها قاطعه، يعني هذا ماده صحيه تقدري ديريه. يعني الطريقه اللي كيما نوريتكم في القناه، تجيبي قبضه كيما نهكر كتشوفي قبضه هذه، يعني انا مجربه انا درتها ماشي كلمه قالوا ولا انا وريتها. كي تزوجت طولت شويه تلاقيت مع وحده من بشار، قالت لي باللي قلت لي كيفاش مازال ما ولدتيش، قلت لها ما كان والو، ما الطبيب يقول ما كان والو بصح مانيش عارفه. سقساتني حالتك كيفاش، حكيت لها انا كيفاش يعني الحاله نتاعي يعني الصحيه الحاله نتاعي. قالت لي شو شاديري، قالت لي حي جيبي قبضه تاع الشيح، يعني هذو نسي كبار تاع بشار يحصل هاد الصوالح. قالت لي قبضي قبضه تاع الشيح جيبيها كيما هكا، ما تحليها ما والو، كيما تشريها من عند العشاب راهم يحطوهم ثاني برا يبيعوا فيهم ب 5000. اشري وحده جيبي مرميطه، يعني كي يقولوا لها قدره كي يقولوا لها مرميطه، نص فيها ماء ديري فيها النص تاع الماء، يعني مرميطه عاديه تاع اللي نديروا فيها الشوربه ونديروا فيها نص فيها ماء، وحطي فيها هاد القبضه كيما هكا وبلعي، فهمتيني؟ بلعي كي تشوفيها بدات دير في لافابيغ حطي فوقها دك ولا كاش حاجه فوق البلع، لازم داك الهواء هذاك ما يخرج ديك لافابيغ ما تخرج. وهذه وين تديريها ديريها كي نقولوا حنايا الوحده كي ما قلت لك صغيره تقدر ديرها، كي تروح عليها لي غاكل تروح للحمام تلبس مليح، كي تجي في الليل دير الطريقه قلت لك دير مرميطه ولا قدره دير فيها الماء، يعني غير عادي قلت لك كيما قلت لك تاع الشوربه نص فيها ماء، حطي فيها القبضه كيما هكا وخليها تغلي، غطيها وخليها تغلي. كي تشوفي بدات لافابير حطي فوقها حاجه ثقيله كيما الدقاق ولا حطي فوقها كيما هكا، كي نقولوا حنايا حطي كيما هكا فوق المرميطه يعني ولا القدره حطي فوقها كيما هكا. علاش؟ باش هذيك لافابير ما تخرجش، هذاك مكان غير على بال لافابير باش ما تخرجش. تروح صاي تكون غسلت يعني صاي بيت ترقد، تروح وحده يعني اللي تكون متزوجه الزوج ولا اللي خوتها ولا اللي يكون بيت عندها ولا غير الزوج، انا كيما انايا غير الزوج تاعي جابها لي. تروحي لفراشك تفرشي مليح، لازم تفرشي مليح
فهمتيني، تفرشي مليح وتروحي لفراشك. قلت لك هذه الليله اللي مشيتي فيها للحمام تقلي حوايجك الدخلانيين، يجيبوا لك المرميطه هذه كلها القدره، يعني كي تحلي حلوه حلوه تلمي في كوفيرطا صافي ديال مره قبتك ولتحت تلمي في كوفيرطا، يعني تلمي فيها كاع وخليها من تحت هكا تجرجر، وحلي كرعي وخليها كيحلو شويه وحطوا لك المرميطه. كيحطوا المرميطه كي نقولوا حنايا البلاع يقلعوه تحتك، يعني كي تقلع على اختك ولا امك ولا الزوج كيما السيده اللي تكون متزوجه ولا الاخت هذه يعني ولا البنت ولا اللي سيليباتير يقلعوا من تحتها كيما كيما لافابور ما عندك ما دير لك. طلعي كيما هكا لازم شوفي ديك لافابور تخليها حتى تولي تسيلي بالماء، ديريها حدا فراشك لازم حتى تسيلي بالماء، يقعد الماء كي تحسي بلي العرق هكا يكثر في هذاك المرميطه يكثر فيها، يعني لافابور كتحبس والماء يبدا هكا يمشي معاك تافك هكا يكثر، تسمعي طرق طرق في المرميطه هذيك، يوخروها من تحتك وروحي كيما كنتي ملمومه ما تلبسي صوالحك دخلانيين ما والو، كوني لابسه بدعيه ومغلظه هكا زيدي تلمي في ديك الكوفرطه اللي كنتي ملمومه فيها، ولازم ترقدي بها صافي ديري مطرح وديري الحاف وترقدي بها، وزيدو يغطوك يعني تزيد لك كوفرطه ولا زوج، وبيني غير وجهك وجهك برك بينيه، ورقو كي نقولوا حنايا وتروح من هذيك المرميطه تجيب كاس من هذيك المرميطه تقلع كاس من هذاك الماء هذاك اللي فيه كان فيه الشيح، كاس هكا تبرده لك شويه في طاوه ولا في كاسرونه غير دفيه لك كيما حسب ما يدفى، واش كيما نبردوا الغريان وشربيه وشربيه ورقدي، لازم كيما كنتي ملمومه ترقدي. علاه يديروا هذا؟ يديروا في وقت شويه بارد كيما الميمو هذا ولا في الشتاء ولا، علاه يديروه؟ يديروه باش تصبري على بالي في الليل يعني مع هذاك العرق كلشي ترقدي تشربي داك الكاس، قلت لك غير يدفوه لك يبردوه لك هكا شويه في طاوه ولا شربي دافي، اشربيه وقعدي مغمومه كيما راكي بيني غير وجهك، يغطوك وبيني غير وجهك، وتكوني حاطه الكسوه نتاعك اللي بغيتي تلبسيها الصباع باسكو كي تنوضي تلقي كل كسوتك مشمخامه، تحطي الكسوه نتاعك هذيك الكسوه نتاعك تكوني حاطتها حداك ولا تحتك ليسونسيال حطيها حداك، تعاودي تبدلي كل شيء، يعني قالت لي حوايجك كاع مشمخين تلبسي صوحة خالية دخالة تلبسي الفيزو تاعك كل شيء تلبسيه نورمال وما تمشيش بالحفا، هذا مكان الصباح كي تنوضي هذاك الماء اللي يكون في ديك المرميطة اللي غلا فيه الشيح صفيه ديري في قرعة ساعة ساعة كي تروحي لحاشك للتواليت تغسلي به ما تغسليش بالماء، دفي من هذاك الماء تاع الماء اللي كنتي تاع المرميطة درتيه في قرعة صفيتيه ودرتيه في قرعة وين ما تبغي راح حاشك التواليت دفي شويه من داك الماء وتغسلي به، فهمتيني تحسي يكمل يكمل لك في نهار ولا نهار الزواج ومن بعد عادي، صدقيني اقسم لكم بالله طاشي اقسم لكم بالله اللي تحوس على الذريه في شهرها ترفد باذن الله، اللي العزبه يكون فيها ريح تريح، على بالك الجينيكولوغ ما يعرفش هذا الصوالح يعطي غير كومبريمي ويعطيك ديك الشميع هذاك لي سيبو يعطيك ديك بوليجيناكس يعطي هذا ما يعطي، بصح الشيح اقسم لكم بالله طاشي الاخوات اقسم بالله اللي تحوس على الذريه ولا العزبه اللي فيها الريح صدقيني 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 يعني انت تكتشفي روحك الحقيقه كاع بلا ما نقول لك انايا، انا قلت لك درتها في الشهر اللي درتها فيه شهر الزواج رفدت فيه يعني عن تجربه، يعني هذه الاخت اللي قالت لي يعني لازم تجاوبيني على بال الشيح انا عزبه وما نديره تقدري ديري باسكو الشيح شي يدير لافابور شي يدير لك ما عندها ما تدير لك، هذا مكان اقسم بالله جربوه واللي ما ريحتش ما تعاودش كاع تشوف في قناتي، يعني كما نقول للاخوات هذا عن تجربه.